متأنقين متألقين كالعادة، ضيوفنا في السادسة النهاردة بلال محسن وأحمد مصطفى. أحمد مصطفى وبلال محسن، مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم. مساء النور طبعا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة الشياكة النهاردة يعني راجعين من العيد بقى. كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين بخير، ويا رب يكون عيد كان حلو كده على كل الناس، ويا رب دايما في أعياد وفرحة يا رب دايما مع النادي الأهلي بقى إن شاء الله. هو الأهلي فرحنا على طول إن شاء الله. أنت ناقص فرحة يعني، عايز تفرح أكتر من كده إيه؟ اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك يا احمد، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه طيبين يعني كل مشاهدي النادي، قناه النادي الاهلي، ودايما مبسوطين واحنا معاك، وكنت وحشنا بصراحه. وانتوا كمان وحشاني جدا، كل سنه وانتم طيبين ويا رب تبقى كده اجازه كانت سعيده عليكم. فاصله كنا محتاجين باين على اللون باين علينا. النهارده بنرجع مره تانية نتكلم على منتخبنا الوطني الاولمبي. هبدا بمنتخب مصر الاولمبي. الحقيقه مش عايز ابالغ واقول انجاز، لانه بحكم التاريخ والارقام طبيعي جدا ان منتخبنا الاولمبي يشارك في يعني دوره الالعاب الاولمبيه، لكن هو دايما بيكون السؤال الحلم اللي مش عارف يتحقق ازاي، نوصل لفكره منصه التتويج حتى لو ببرونزيه. حتى يعني كنا زمان بنقول بالتالي انه الاهلي كمان مع نجاحاته العالميه كسر تابوهات او كسر حاجات كتير جدا كنا شايفين انها شبه مستحيله، انك انت تنافس انديه عندها امكانيات وعندها اسماء لكن تقدر تعمل قدامها نتائج وتوصل لمنصه التتويج. بقى حلم كمان ان احنا نشوف منتخب اولمبي او منتخب اول بيحقق الانجاز ده. شايفين الاول مشوار المنتخب الاولمبي ازاي، وتوقعاتكم لمباراه النهارده مصر وغينيا؟ بلال، يعني يمكن في البدايه ما كانش في حاله تفاؤل كبيره نظرا لان الجيل ده بالتحديد ما فيهوش اسامي مميزه او نجوم لعبت مثلا مع الانديه المصريه هنا او محترفين في الخارج عملوا اسم كبير، مثلا زي وقت الجيل السابق مثلا مع كابتن شوقي غريب كان موجود رمضان صبحي وكان اسامه جلال وكان مصطفى محمد كان ناصر ماهر، اسماء كلها احنا اتفرجنا عليها وشفناها، واكرم توفيق وكل امام عاشور، كان في طاهر محمد طاهر، كان في لاعبين كتير كانوا معلمين مع الجمهور اوريدي والجمهور عارفهم وعارف اساميهم وعارف طريقه لعبهم. الجيل ده مختلف شويه، يعني يمكن الجيل ده ابرز النجوم، ويمكن اللي بالمناسبه فاز بجائزه افضل لاعب في دور المجموعات هو ابراهيم عادل، لانه هو بيشارك باستمرار مع بيراميدز هنا في الدوري المصري. خد بالك برضه حمزه علاء احسن حمزه علاء بالظبط، ولم يتلقى مرماه اي هدف منه ما بيشاركش بالظبط، عامل بطوله يعني مميزه جدا. وبالمناسبه هو تم اختيار 4 لعيبه من منتخب مصر في التشكيل المثالي لدور المجموعات، كان واحد من ضمنهم حمزه علاء، كان معاه حسام عبد المجيد وابراهيم عادل واسامه فيصل مهاجم منتخب مصر. فاقصد اقول لك ان الجيل دوت بالتحديد عامل بطوله كويسه جدا بيتحرك تحركات مميزه. فاقصد اقول لك ان الجيل دوت مقارنه بان هو ما عملش اسم كبير وما شاركش زي ما انت لسه حضرتك بتقول ان حمزه علاء ما شاركش خالص مع النادي الاهلي مع الفريق ويظهر بالمظهر دوت، فكل ده انا بحسب النجاح فيه لمستر ميكالي اللي اتكلمنا عنه هنا في وقت سابق وقت تولي قياده المنتخب الاولمبي، وقلنا ان هو مدير فني مميز جدا وكان عمل نجاحات مع منتخب البرازيل. فهو الراجل لا بصراحه قدر يطلع من الجيل دوت احسن ما عنده، قدر حتى حقق التارجت الاول بالنسبه لنا وهو الوصول. وبالمناسبه انت اتكلمت عن الوصول، احنا منتخب مصر ياتي على راس قائمه المنتخبات الافريقيه اللي وصلت للاولمبياد ب 12 مشاركه، يجي بعديه المنتخبات بسبع، نيجيريا بسبع مرات والمغرب بسبع مرات وغانا 6 وتونس 4 بالظبط. فمنتخب مصر بيوصل دايما للاولمبياد، ولكن احنا عايزين نغير التارجت، بدل ما بيبقى حلمنا هو الوصول وبعد الوصول بتتشتت الاحلام حتى مع مشاركه نجوم كبار. يعني احنا شفنا في وقت 2012 شارك محمد ابو تريكه وشارك احمد فتحي وشارك عماد متعب مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، ومع ذلك ومحمد الشناوي، ومع ذلك برضو مش قادرين ان احنا نتحصل على ميداليه. فنتمنى ان مع الجيل دوت ان شاء الله يقدر نكسر الـ 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 طب ما تيجي نقيس شويه، يعني تعالى نروح لمصطفى نساله. انا مش قادر اقيم الحقيقه يعني الجيل ده على قياسا على مثلا بطوله افريقيا دي في غياب قوه عظمى. يعني انا عارف طبعا انه منتخب زي منتخب مالي كان معانا في المجموعه طلع السنغال بجلاله قدرها، وغياب نيجيريا، غياب كوت ديفوار، غياب غانا، غياب كاميرون، غياب جنوب افريقيا، يعني انت بتتكلم على انه تقريبا معظم القوى العظمى في قاره افريقيا ما تاهلتش اساسا لبطوله امم افريقيا اللي هتاهل بعد كده للاولمبياد. هل ممكن نقيس على ده واحد انه خريطه الكره في افريقيا بتتغير وان في منتخبات كتير منتخبات صاعده، ولا القصه في المرحله دي مختلفه تماما عن فكره المنتخب الاول؟ وقياسا على المستوى الفني كمان، هل شايف ان الكره اللي احنا قدمناها المستوى اللي احنا قدمناه في البطوله يخلينا نفكر او نحلم بتحقيق الانجاز الحقيقي بقى او الحلم الحقيقي، فكره انك تجيب ميداليه في اولمبياد باريس السنه الجايه؟
بالنسبه للمنتخبات طبعا اللي ما تصعدتش، واعتقد ان الجيل ده او الفتره ديت من المواليد دي اعتقد مختلف تماما عن الفريق الاول، بالرغم ان الكره في افريقيا اعتقد هي اتغيرت تماما، وبنشوف دلوقتي في منتخبات كتير. يعني حدش كان يتوقع ان منتخب المغرب الفريق الاول يوصل لدور قبل النهائي. فالحاجات دي كلها بتبين ان المنتخب المغربي، وفي منتخبات طبعا تفوقت على منتخبات كانت دايما متفوقه زي الكوت ديفوار وزي السنغال وزي المنتخبات اللي دلوقتي شايفين ان هي في الفتره دي بقت خلاص هي متفوقه حاليا. يعني بالنسبه للمنتخب المصري انا شايف ان هو بدا البطوله مميز جدا، لكن قبله سوء حظ في مباراه النيجر، وده تعادلنا فيها. فده خلى المنتخب المصري اتصعبت عليه، وانا بشوف دايما ان شخصيه اللاعب المصري بتظهر في المواقف الصعبه. ليه تظهر في موقف ما تظهر طول الوقت؟ ما يعني تظهر ليه لما بنتزنق بنبتدي نتحرك؟ يعني فكره ان لازم يبقى خلاص صعب علينا اخر لقطه او اخر لحظه عشان تبتدي ليه مش ثقافه، يعني مش الطبيعي انك انت تتحرك في كل وقت وحسب اي ظروف انت بتواجهها. اعتقد ده بيمر بالفترات الناشئين، بتبدا من المدارس من تحت قوي. يعني اعتقد لو ليه دايما الحته دي موجوده في النادي الاهلي مش موجوده في النادي الاهلي، دايما تلاقي اللاعب يعني اغلبه طالع متعود على شخصيه البطل، متعود دايما على المكسب، متعود ما بيشوفش حاجه غير المكسب. ودي هنا تبان المنتخب الاولمبي ده على فكره ان اغلب القوام بتاعه مش موجود منه تقريبا غير 4 أو 5 لعيبه من النادي الاهلي. ايوه فدي برضه على فكره مهمه جدا، لان المنتخبات سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي او منتخب حتى الشباب، وجود لعيبه النادي الاهلي مهم جدا ليهم، لان مولودين على شخصيه البطل، عندهم دايما حته المكسب فقط لا غير. فالمنتخب بدا طبعا مباراه النايجر كان بدا بدايه كويسه، حبله سوء حظ، اتصعب عليه الموقف في مباراه مالي. وانا يعني قبل مباراه مالي حصل يعني مع كابتن وائل رياض المدرب العام واتكلمنا شويه عن مباراه المالي، وان فريق مالي طبعا فريق خطر جدا، ومن الفرق دلوقتي اللي بتلعب الكره الصعبه اللي احنا بتاعت فرقه صن داونز بيلعبوا الكره على الارض. هو خرج طول عمرهم مالي الحقيقه بيلعبوا كره محترمه جدا ويعني ما نقللش طبعا من مجهود منتخب مصر ان هو قدم مباراه كبيره. منتخب مالي منتخب صعب جدا على فكره ان هو يعني تكسب منتخب مالي. فانا بشوف ان انا راهنت ان هو على الجيل ده، ان الجيل ده اعتقد في بعض اللعيبه شايف ان هم يستحقوا يكونوا موجودين في الفريق الاول، وعلى العلم ان ابراهيم عادل كان موجود في طوكيو البطوله اللي فاتت مع كابتن شاوي غريب. فابراهيم عادل يعني مش مفاجاه بالنسبه لنا ان هو ياخد افضل لاعب في دور المجموعات، لان لعيب كبير ولعيب عنده شخصيه، واعتقد هو بيلعب اساسي على طول في نادي بيراميدز. وفي لعيب انا بشوف ان هو مميز جدا وكان سبب طبعا في صعود منتخب مصر، هو محمود صابر. محمود صابر لاعب بيراميدز، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، انا بشوف ان هي لسه ما انفجرتش، يعني لسه ما طلعتش كل امكانياتها محمود صابر، وكان سبب في تحول اداء المنتخب المصري بعد مباراه النيجر، ان هو ما شاركش مباراه النيجر. وبشوف ان محمد شحاته برده لاعب نص الملعب، لاعب نادي طلائع الجيش، من اللعيبه برده المميزه اللي هيبقى ليهم مستقبل في الكره المصريه. فكل الافراد ديت وكل المجموعه ديت اعتقد بدأوا لما الموضوع اتصعب حسوا بمسؤوليه، وطبعا بدأ خلاص الانفجار اللي بدأ بعد مباراه الجابون، والمباراه لما بدأنا خلاص نحسمها بهدف محمود صابر. فأعتقد كل ما الموضوع بيوصل للصعوبه، ودي طبيعه خلاص احنا اتعودنا عليها، أعتقد بيبقى منتخب مصر بنلاقيهم وبيظهروا في اللقطات دي. غينيا ايه؟ يعني انا شفت غينيا، انا شفت لاجر ماتش واحد اللي هو مباراه الافتتاح مع المغرب. شايف غينيا ازاي؟ وشايف ماتش المواجهه النهارده بين المنتخبين ازاي؟ انا يهمني طبعا اكيد طبعا تاهل المنتخب المصري، مش بس عشان نلعب على النهائي، لكن كمان عشان نحسم فكره التاهل من عدمه، تضمن الوصول. ولكنها بشوفها مواجهه مش سهله، يعني منتخب غينيا منتخب برضو ليه تقله وعنده لعيبه كوره محترمه، وعلى المستوى الفردي والمستوى الجماعي منتخب تقدر تقول بلغه الكوره يتعبك. يعني يمكن هو ممكن يتعبك شويه، ولكن هي مباراه انا بشوفها في المتناول. يعني انت لما توصل ان انت تواجه غينيا على حلم التاهل للاولمبياد، فانت ساعتها يعني الموضوع مش هيبقى صعب قوي، ممكن على ارض الملعب يبقى تواجه بعض الصعوبات، لان طبعا ده طموح مشروع وحلم مشروع لكلا المنتخبين، سواء منتخب مصر او منتخب غينيا، الاثنين داخلين بنفس الفرص ان اللي هيفوز هيضمن وهيضع قدمه في باريس. هو يحجز بقى، يحجز فندق ويشوف ملعب التدريب بالظبط، وهيسيب الثالث والرابع. وبعدين حلوه الاولمبياد في باريس غير طوكيو برضه، يعني بالظبط. وان كان بقى مش عارفين الاحداث الاجواء هناك دلوقتي، الساعه البيولوجيه لا كمان الاحداث دلوقتي اللي في باريس في ف لا بس كله تحت السيطره، كله تحت السيطره. هو مبابي بقى مبابي يهرب فرصه.
فاحنا بنتكلم وبرضه بيفكر يا شايف الدنيا هلا بيفكر في مصلحته. يعني الموضوع قال لك قطار مدريد لا ياتي في العمر الا مره واحده، وهو بقى له 7 سنين بيجي له القطار ومش عايز يركب القطار. فاحنا بنتكلم ان غينيا النهارده على مستوى ايمانها بحظوظها وبفرصها هو ده اللي هيصعب شويه من المواجهه، ولكن انا اعتقد منتخب مصر بعد استعاده المنتخب لمجهودات احمد عيد الظهير الايمن اللي كان غاب عن المباراه الاخيره للايقاف، ومحمد شحاته لاعب طلائع الجيش لاعب مميز جدا في وسط الملعب اللي كان غاب ايضا للاصابه، الاثنين دول مع اللاعبين اللي موجودين زي محمود صابر واحمد نبيل كوكا واسامه فيصل، يعني في مجموعه لعيبه وجودها مع بعض بيعمل خطوره كبيره جدا. احنا يمكن منتخب مصر في المباراه الاولى لما اللي تعادل فيها المنتخب كان عمل رقم قياسي في الكور في العرض، خمس كرات في العرض رقم كبير جدا. فلا انا اعتقد ان مباراه النهارده ان شاء الله هتبقى مباراه في المتناول، هيتعامل معاها ميكالي او هيقدر ان هو يمتص حماس غينيا، هيقدر ان هو يحبط املها في ان هي تقدر تباغت منتخب مصر او حاجه. لا احنا عندنا خط دفاع مميز حتى الان بيسير بشكل كويس، بيأدي بيطلع بالكره من المناطق الخلفيه، شفنا تغير تام حتى في اداء اللاعبين عن انديتهم، يعني حسام عبد المجيد ومحمد طارق بنشوف شكل ادائهم مع منتخب مصر مغاير تماما للي بيلعبوا بيه مع الانديه بتاعتهم. كمان محمد مغربي لاعب مميز جدا لاعب النادي الاهلي اللي كان بالمناسبه شارك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مباراه مونتري. يعني عندنا قدم مباراه يعني بالظبط، عمل مباراه كبيره عظيمة. وبيشارك وعامل اداء كويس جدا مع سموحه الموسم ده. فعندنا لاعبين كتير عندهم خبرات وعندهم المهاره، زي ما قال احمد محمود صابر لعيب عنده حلول في وسط الملعب، اللاعب اللي بيجيد التسديد عامه بيفتح لك المباراه، وده اللي حصل المباراه الاخيره محمود صابر وسط ما المباراه كلها متقفله بتسديده طبعا مباخته قدر يفك طلاسم المباراه ويحرز هدف. فكل ده النهارده هيجتمع مع ميكالي، هيقدر ان شاء الله المنتخب من خلال العناصر اللي موجوده وطريقه اللعب اللي بيعتمد عليها المدير الفني ان هو يضمن التاهل للمونديال او للاولمبياد اولا، ثم بعد كده يفكر في المباراه النهائيه. تفضل مين الناحيه الثانيه؟ هو انا افضل يعني انا ما افضلش المغرب، ولكن على الورق طبعا المغرب اقرب، والمغرب كمان اقرب لحصد اللقب يعني. يعني منتخب عشان المغرب عشان الارض ولا عشان الكوره؟ علشان الارض وعلشان هم منتخب مميز. اعتقد كده كده في المباراه النهائيه هتتساوى الحظوظ. انا عايز اقول لك غينيا اللي انت هتلعبها النهارده دي ارهقت منتخب المغرب، تعبت المغرب جدا. ولكن كان منتخب المغرب في المباراه الاولى كان عنده رهبه البطوله شويه. لو شفنا تغير بعد كده اداء منتخب المغرب في المباراتين التاليتين اتغير شويه عن مباراه غينيا الافتتاحيه، لانه كان عنده رهبه من الحضور الجماهيري وتنظيم المباراه البطوله على ارضه. ولكن منتخب المغرب بيؤدي بصوره جيده جدا، طبعا عندهم عبد الصمد الزلزولي ابنكم طبعا في برشلونه. فلا هو منتخب جيد يعني، منتخب جيد جدا. احمد، كام واحد من عناصر منتخب مصر الوطني شايف ان قدامها فرصه؟ انا طبعا مفيش شك البطولات دي عموما في المراحل السنيه الصغيره دي بتبقى تحت عيون الـ يعني سكاوتنج تيمز بتاعه الانديه في اوروبا بشكل كبير. ليه؟ لانه الاعمار صغيره، الاسعار ممكن تبقى طبيعي يعني في كل حته في افريقيا، يعني ما اعرفش القصه عندنا ايه، بتبقى مختلفه شويه، لكن الاسعار بتبقى الى حد ما مش مبالغ فيها في المتناول، فبالتالي بتبقى بطوله تحت المنظار يعني. من منتخب مصر شايف مين ممكن يكون توهج تألق بالشكل اللي يكفي انه يبقى عنده فرصه للاحتراف؟ شايف ابراهيم عادل طبعا. ابراهيم عادل يستحق فرصه الاحتراف طبعا، لعيب كبير ولعيب عنده شخصيه ولعيب عنده امكانيات. يعني ابراهيم عادل عنده امكانيات ومن بدري جدا باين الامكانيات دي، يعني ابراهيم عادل واضح جدا اللي هو ومحمود صابر الاثنين كان مع منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، وطلعوا مع كابتن ربيع ياسين لعبوا طبعا في المنتخب الاولمبي، وانا اعتقد ان هم يستحقوا ان هم فرصه. طبعا ابراهيم عادل انضم مع المنتخب الاول طبعا مع مستر فيتوريا في بعض الفترات، واعتقد كمان ان هو محمود صابر ممكن، انا بشوف ان في لعيبه معينه كده عندها امكانيات ما بقتش موجوده كتير جدا. انا بلال اتكلم في حته التسديد دي اللعيبه القليله جدا اللي عندها الجراه والشخصيه ان هي تسدد، وكمان ممكن يبقى عندك الحاجتين دول بس ما عندكش قوه التسديد وما عندكش التسديد اللي بيبقى يكون الصحيح. فمحمود صابر عنده الميزه دي، فده موجوده جدا. دول الاثنين اللي انت شايف ان هم يعني اعتقد ان هم يستحقوا. بزود عليهم واحد، بتفق طبعا مع احمد على حسام وعلى محمود صابر وابراهيم عادل. انا بشوف ان حسام عبد المجيد لو طلع بدري انا شايف ان هو خامه مبشره، على عكس ممكن ناس كتير ما تشوفش كده، ولكن انا شايف ان حسام عبد المجيد تكوينه الجسماني والطول اللي عنده ممكن يخدمه جدا لو طلع اوروبا بدري. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي النهارده، وان شاء الله باذن الله يعني الحلقه اللي جايه نبقى بنحتفل كده بالتاهل لاولمبياد باريس، وان كان حتى يعني لا قدر الله حتى في حاله الخساره
النهارده هيبقى مازال المنتخب محتفظ بامله في التاهل، لانه هيلعب على ثالث ورابع، لو كسب مركز ثالث بيتاهل بشكل مباشر، لو لا قدر الله خسر برضه هيحتفظ بامله في التاهل، هيلعب يكون في ملحق تصفيات مع رابع قاره اسيا، والكسبان منهم يوصل، فالفرصه قائمه بصرف النظر عن نتيجه المباراه. لا هو الاهم، انا الحقيقه يعني فكره ان احنا بقينا نوصل هنوصل هنوصل دي بقت مكرره بالنسبه لي. انا عايز اوصل ونفسي اشوف نعمل بصمه كبيره يعني. نفسي اشوف ميداليا اولمبيه في كره القدم يعني بالزبط. احنا مش قليلين عشان احنا خدنا رابع قبل كده في مناسبتين، ده اعلى انجاز حققناه في مشاركتنا. خدنا برونزيه كاس عالم بالظبط في الجيل بتاع 2001 2001 مع كابتن شوقي بالظبط، ده اعلى وسام تقريبا حصل عليه منتخب في اي مشاركه عالميه. صحيح. لا يعني خليني اختم الجزء ده بسؤال علامه استفهام قلتها في بدايه الحلقه، خليني اسمع رايكم فيها. منتخب مصر الاول هو اكتر منتخب توج بلقب امم افريقيا، واكتر منتخب وصل عدد مرات وصول للمباراه النهائيه، ده منتخبات. منتخب مصر الاولمبي هو اكتر منتخب تاهل لدورات الالعاب الاولمبيه 12 مره، اقرب حد ليه المغرب ونيجيريا سبع مرات، يعني تقريبا 50 او 55% من نسبه المشاركه. ده منتخبات، انديه اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين، مش عارف لو كنت ناسي حد تاني، حد خد كونفدراليه او حاجه متهيأليش، بس عندك اربع انديه توجوا بألقاب افريقيه، والاهلي طبعا في صداره المشرق على مستوى القاره الافريقيه، ما فيش حد ممكن تقرب بس ارقامه من نادي الاهلي. حاله التفوق دي مش قادر اترجمها او مش قادر اربطها بفكره عدم قدرتنا مثلا على بس مجرد التاهل لكاس العالم بشكل طبيعي زي كل المنتخبات، عدم قدرتنا على تحقيق ميداليه اولمبيه على مستوى المنتخبات الاولمبيه. في تفوق شديد جدا في ناحيه وفي اخفاق شديد جدا في ناحيه 180 درجة، عندكم تفسير لده؟ يعني أنا هاخد من كلام حضرتك هربط الجزئيتين اللي حضرتك ختمت بيهم ببعض، لأن هم متعلقين ببعض بصورة كبيرة جدا. احنا اتكلمنا واتفقنا إن في هيمنة كبيرة جدا من الأندية المصرية على البطولات الأفريقية داخل القارة، وفي نفس الوقت ما عندناش عدد محترفين كبير بنقدر نصدره من داخل قارتنا أو من داخل مصر للخارج. انت عدد المحترفين حتى الان، احنا كنا استعرضنا قبل كده في حلقات سابقه ان عدد المحترفين المصريين مقارنه بدول كبيره زي اللي بتوصل لنهائيات كاس العالم او بتوصل حتى زي غانا ونيجيريا وكل المنتخبات اللي عملت وسابت بصمات كبيره جدا في مشاركاتها في كاس العالم، لا احنا بعاد في الحته دي، واحنا منتهى املنا دايما مع المنتخب الاول ان احنا نصعد وفقط نخرج من دور المجموعات زي كل مشاركه. الموضوع اللي علاقه ببعض ان انت هنا في مصر او الانديه في مصر عامه بتفضل الاحتفاظ بنجومها للفوز والظفر بالالقاب داخل القاره على عكس الدول الثانيه، هو ما عندوش مشكله ان هو يفرط في كل نجومه او في الانديه تبيع لعيبتها لاوروبا وهم صغيرين بارقام مش كبيره. انت كنت لسه بتتكلم في موضوع الارقام وقلت ان الاسعار هنا في مصر مختلفه، فكل دي عوامل مساعده بتساعد الدول الثانيه على اخراج لاعبيها للاحتراف. ويمكن احنا كنا شفنا بعد الاولمبياد بتاع 2012 احنا كان عندنا لاعبين كتير احترفوا، كان احمد حجازي وكان خرج من عندنا لعيبه كتير قوي، محمد صلاح ومحمد النني محمود عزت مروان محسن، كان عندنا مجموعه لاعبين كبار جدا قدروا ان هم ده تقريبا الجيل الوحيد اللي سمح ليه بالاحتراف بالعدد دوت بعد اولمبياد 2012، ونامل ان هو يتكرر مع الجيل الحالي. وانا شايف ان الجيل الحالي مفيش حد مؤثر مع نادي قوي داخل مصر بالصوره اللي النادي بتاعه ممكن يتمسك بيها، بصرف النظر ممكن ابراهيم عادل شويه وبيراميدز اعتقد انه عنده البدائل، فانا اتمنى اتاحه الفرصه. ولكن الدول الثانيه ما عندهاش نفس الكلام، لا بتسمح بالاحتراف، فبتيجي تصطدم بتلاقي نفسك انت. عشان كده احنا كنا بنقول على حسن شحاته، كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه طبعا، ان هو كان بيعمل معجزه ليه في 2006 و2008 و2010 لانه كان بيواجه نجوم العالم وقتها، كان ديد ركبه ومنتخب كوتيفوار مدجج بالنجوم، ومع ذلك كان بيستطيع الرجل ان هو يفوز ويفوز بالالقاب، ده ما حصلش مع غيره. أيوة. ومن وقتها من بعد 2010 الكلام ده ما حصلش، يمكن الا هم في 2017 وصلنا فاينل. انما التفوق دوت نابع من ان انت ما عندكش عناصر محترفه بتلعب في اوروبا. الاحتراف ده الفرق بين ده اللي عامل الجاب في المعادله اللي حضرتك اتكلمت عليها. متفق مع بلال ولا متفق مع بلال؟ اتفق مع بلال في جزء الاحتراف، بس في جزء تاني ان احنا دلوقتي لما جيت احمد سالتني قلت لي مين اللي شايفه ممكن تحترف، اخترت لك اثنين لعيبه من قوام تقريبا 24 او 25 لعيب، ودي مشكله كبيره جدا. بقى عندنا مشكله في الكواليتي، عندنا مشكله كبيره جدا في الكواليتي. الكواليتي بتاع اللعيب ما بقاش موجود، لعيبه كتير مميزه الكواليتي بتاعتها ما بقتش كتيره جدا. ببص بنطلع اثنين لعيبه من 25 لعيب، فالكواليتي بتاع اللعيب دلوقتي اعتقد بقى مهم جدا. بتيجي تخرج بره زي ما بلال بيقول بقيت بتصدم بلعيبه ثانيه
خلاص عندها فرصه كبيره في ان هي محترفه من بدري جدا، عندها كواليتي اعلى منك، عندها عقليه كمان اقوى منك. انت دلوقتي اللعيب بيخرج بره يبقى عايز يرجع، لكن انت دلوقتي لا، احنا عندنا في مصر بقى الموضوع صعب شويه. صحيح. فاعتقد ان الاحتراف والعقليه مهمين جدا يعني. طيب نروح للاهلي والدوري، تعليقا بس على مواجهه فيوتشر، شايفين المباراه ازاي وشايفين النتيجه مقارنه بالمستوى اللي قدمه الاهلي ازاي؟ يعني في البدايه خلينا نقول ان مباراه الاهلي وفيوتشر هو تعادل، يمكن على مستوى الاحداث اللي بتحصل مش مقبول عامه، اي نتيجه غير الفوز عند جمهور النادي الاهلي مش مقبوله، واكيد عند المدير الفني، ولكن انت بتقيم بس مفيش فرقه بتكسب بالظبط. ما انا لسه اقول لك انت بتقيم الوضع من ناحيه ايه، هل انت على مستوى الاداء في الملعب قصرت؟ لا ما قصرتش، انت وصلت وحاولت على ملعب لا نفضل كلنا كمنظومه نادي ان احنا نشارك عليه، هو استاد السلام يعني. الحمد لله ان احنا خرجنا منه ورجعنا استاد على فكره، وده من مميزات اللي عملها مستر كولر وقت ما جه، ان هو طلب ان هو يلعب ينقل المباريات على استاد القاهره، واحنا شفنا المعاناه الكبيره اللي بيعانيها النادي الاهلي على استاد السلام. ولكن رغم كل دوت احنا حاولنا ووصلنا، ويمكن احنا معانا حالات مش عارف لو جاهزه معانا، احنا بعض الحالات كده سريعا هنمر عليها على فيوتشر، على الاهلي وفيوتشر اربع او خمس حالات لو جاهزين معانا نستعرض نشوف ايه اسباب التعادل. يمكن طبعا علي ماهر في اللقاء ما حاولش يهاجم اهو، يمكن احنا بنتكلم عن بص الانتشار او تمركز لاعبي فيوتشر وقت استحواذ النادي الاهلي على الكوره. بص اخر ده اخر واحد من 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 فيوتشر. بس خليني بس وانت بتستعرض حاجه كده اقول لك انه الاهلي وصل لفورمه ومستوى اداء في ماتشات اصعب بكتير جدا من كده. يعني انا لما اجي اقيس هقارن الاهلي بايه؟ هقارن الاهلي بمستواه في مواجهه فيوتشر بمستواه، ولا هقارن الاهلي بمستواه في مقارنه مع الاهلي في مستواه في ماتشات ثانيه؟ في توقيت معين في بعد دور المجموعات في بطوله افريقيا ماتشات الرجا والترجي الاهلي كان واصل فيها الفورمه على المستوى الجماعي والمستوى الفردي عاليه جدا. فهنا انا بقى اقول لك انه في ناس حاسه انه في تراجع شويه في المستوى، بصرف نظرك لعبت ماتش كويس. هو على فكره بالمناسبه احنا عايز برضو عشان نقول للناس ان فيوتشر فريق كويس جدا، هو ثالث الدوري استطاع الفوز على الجيش الملكي. بالمناسبه هو كان مع الجيش الملكي في المجموعه مع بيراميدز، هو الفريق الوحيد اللي قدر يفوز على الجيش الملكي في المجموعه. الجيش الملكي يا جماعه المغربي اللي هو بطل الدوري المغربي. بالظبط. فاحنا عشان برضو نحط الناس قدام الامر مش قليل من فيوتشر. بالظبط. احنا بنتكلم ان احنا بنواجه منافس كويس بيلعب على ملعبه، متمرس، عارف بعد الملعب ده كويس. النادي الاهلي بقاله فتره كبيره ما بيلعبش على ملعب السلام اللي مساحاته مش زي مساحات استاد القاهره. نكمل الحالات. طب نشوف الحالات. يعني دي كانت صوره لتمركز لاعبي فيوتشر، ان هم كلهم كانوا تحت الكوره. يعني بص ال10 لعيبه كلهم، بص احمد عاطف حتى واقف على اللاين قريب من الحكم، ده مهاجم فيوتشر. هنشوف الحاله اللي بعد كده. دي بص يعني دي بص ده نفس الكلام. يعني بص برضو امتلاك لاعبي النادي الاهلي للكوره، بص فيوتشر كلهم واقفين تحت الكوره، مفيش ما بيخرجوش ان هم يقابلوا او يعملوا ضغط متقدم. وهنا بص اليو ديانج واقف بيدور لسه بيعمل عمليه التمرير، مفيش غير كهربا اللي هرب من المدافعين ونزل علشان يلعب. بص في هنا انتشار جيد على فكره من لعيبه النادي الاهلي. بس في حاله ثبات يعني التحرك من غير كوره، التحرك من غير كوره مش موجود في اللقطه دي، على الرغم ان في مساحات كتير جدا واسعه بثرو باس ممكن مع ذكاء في الحركه او سرعه في التحرك خلي بالك تقدر تخلق فرصه في منتهى الخطوره. بص انت بص حسين الشحات داخل فين، بص يا احمد حسين الشحات داخل فين، ووراه على طول هتلاقي احمد القندوسي وكهربا خارج. لو ديانج مرر لكهربا في الكوره دي، ولكن ديانج اختار ان هو يعملها تغييره ملعب وخرجت الكوره خارج الملعب. مين الاقرب للقوس بتاع ال 18 ده؟ كهربا اول واحد بعد ديانج. كهربا مين اللي مع الكره مع ديانج اللي بعد ديانج وراه على طول بيرسيتاو. اللي بعد بيرسيتاو ده كهربا وبعد كده حسين الشحات. دي ال 1-3 دي ديانج كهربا. هي دي اللي كان المفروض تتعمل. ديانج كهربا وبيرسيتاو يقطع. هنشوفها بقى في لعبه ثانيه. ديانج عملها. لا دي تصويت، ده تنوع الحلول في المباراه. دي تصويت محمد هاني اللي سندها له بيرسي تاو، سددها بشكل مميز جدا، راحت في الزاويه البعيده، ولكن تعامل معاها محمود جنش اللي بالمناسبه اخذ. دي ده الهدف اللي احرزه النادي الاهلي. يمكن في صوره قبل ياسر ابراهيم ديت.
تمريره اهي تمريره حسين الشحات اتعملت. الهدف ده اتعمل بشكل مميز جدا، لعبه جماعيه متفق عليها طبعا. معلول مرر لحسين الشحات، هو يحسب بس على علي معلول ان هو ما ظبطش الاوفسايد بعد التمريره بتاعت الشحات، عملها له الشحات اهي في المساحه وعملها معلول بعد كده. ده الحاله الاخيره معانا، ده هدف فيوتشر. يمكن احمد لو عايز يعلق عليه انا هقول بس ملحوظه ان دي الكره اتلعبت كوره طويله، ده محمود عبد المنعم كهربا في حضن مدافع فيوتشر. يمكن كهربا معروف عنه ان هو مش راس حربه صريح، مش راس حربه تارجت، ان هو ان هو يقدر ياخد الكرات العاليه، فكهربا ما اشتركش مع المدافع. بص الكره بعدها ردت على طول، لا مش الحاله دي، دي كوره كان ديانج بيمررها لبيرسا. دي الهجمه، دي الهجمه عملها على طول ناصر ماهر. احنا انا جايب الحاله دي ليه؟ اهي كره ناصر ماهر عملت تمريره لاحمد عاطف راح انفراد، ولولا ان هي حسب التسلل فالكره كانت في حوزه النادي الاهلي. بسبب هنا بقى تقدر تتكلم، واحمد ممكن ياخد من كلامي، عن هل غياب حمدي فتحي فعمليه استرجاع الكوره في كوره زي ديت اثر على الناس كانت بتتساءل بعد المباراه. ويمكن شفنا بعض التحليلات قالت ان بعد الكوره ان الكوره زي دي كان حمدي فتحي بيقدر يضغط، لان اليو ديانج لو رجعنا للكوره وقف تماما وانتظر رد فعل ناصر ماهر اللي مشي بالكوره خطوتين وعمل التمريره. بالظبط، علشان كده احنا بنقول ان مع غياب حمدي فتحي لازم طريقه لعب النادي الاهلي تتغير، ولازم الثلاثه ادوار الثلاثه بتوع نص الملعب يبقى مارسيل كولر يكلفهم بادوار مغايره للادوار اللي كانت موجوده وقت وجود حمدي في التشكيله الاساسيه. وده بدايه من بكره، يعني من بكره ووصولا لمباراه الزمالك. انت النهارده طبعا ان شاء الله باذن الله احنا يمكن واحنا بنتابع مع فاروق في التمرينه بتاعت النهارده طمنا على السوليه، وانه ان شاء الله باذن الله ممكن يكون جاهز قبل ماتش الزمالك، لانه عوده السوليه مره ثانيه مع غياب حمدي المتوقع يعني بيفرض وجود لاعب خبره بحجم عمرو السوليه، لاعب ليه تاثيره، رمانه ميزان في الملعب، يقدر يقود خط نص النادي الاهلي. احمد ليك تعليق على الماتش بتاع فيوتشر؟ علق بس سريعا يعني في حته اللي هو بالنسبه لحمدي فتحي، عايز اقول ان هو يعني اكبر مشكله قابلت النادي الاهلي في المباراه دي اصرار مستر كولر ان هو يلعب بديانج رقم 8. فده دور حمدي فتحي اللي هو كان اللي بيعمله مع النادي الاهلي وكان ناجح فيه طبعا، فكان هو عايز اليو ديانج يعمله، فاصراره في فتره كبيره لغايه لما خرج اليو ديانج بدا النادي الاهلي يروح للمرمى اكتر بكتير. فطبعا وعوده السوليه لان هو الوحيد اللي يقدر يعمل الدور ده مركزه. فاليو ديانج انا شايف ان افضل مركز ليه ان هو ستة. يكون رقم 6، فدوره في رقم 8 خلاه حتى في الضغط في الحاجات دي هو في اوقات كتيره تايه في الملعب. يعني هو ده مش مركزه، لكن مستر كولر عايز، انا عارف هو عايز يعمل يطور بعض اللعيبه، عايز يخلي لا مركزيه في حته نص الملعب، ما يبقاش حد ثابت في مكان معين، يعني مروان عطيه ساعات بيبقى 6 7 8. فانا كان شايف ان هو كان من الافضل ان هو كان يخلي مروان عطيه هو اللي 8 وليد يانج رقم 6، كان هيبقى افضل بكتير. مروان عطيه عنده الحته دي، هو اصلا كان بيلعب رقم 8، هو طور مروان عطيه من رقم 8 لرقم 6، لكن هو بيحاول يعمل الحاجه الاصعب، يخلي اليو ديانج لاعب رقم 8 يقدر يتحرر، يقدر يتحرك لقدام، يقدر يعمل دور حمدي فتحي اللي كان بيعمله ساعات، يعمل دور المهاجم الوهمي. فده اعتقد ممكن يبقى مش هقول ممكن ياخد وقت، بس ممكن يبقى يكون صعب كمان. فده اللي اثر على النادي الاهلي في بعض الفترات في مباراه فيوتشر. يعني في اغلب ماتشات الاسماعيلي اللي شفتها الموسم ده كنت بحس الحقيقه انه فرقه الاسماعيلي بتعاني، يعني مش ده الاسماعيلي اللي انا اتعودت يعني اشوفه طول عمري، وانا من جيل يعني ازعم يعني ان انا شفت عتاوله بيقدمه النادي الاسماعيلي للكره المصريه، وكانت ماتشات الاهلي والاسماعيلي واحده من الماتشات اللي تقعد تستناها من سنه للسنه. اياك ان تتخيل طبعا ان الفوارق اللي موجوده في الجدول، يعني الاسماعيلي انت شفته في الدوري السنه دي بيعاني قدام فرق كتير جدا، اياك ان تتخيل ان هو الاسماعيلي اللي انت هتشوفه قدام الاهلي بكره. فرقه الاسماعيلي من الفرق اللي بتيجي قدام، يمكن من اكتر الفرق اللي قدام النادي الاهلي بتحاول تقدم افضل ما عندها، بتهيألي الاسماعيلي يجي نمره واحد يعني. فماتش بكره وبالتاكيد مباراه صعبه، لكن اخبار الاسماعيلي ايه الموسم ده عموما؟ تقييمكم ليكوا ايه؟ فريق تعالوا نستعرض كده ارقامه ونشوف احصائياته ونشوف كمان، احنا بنتكلم على اربع اجهزه فنيه مصطفى. مظبوط، بدايه كانت مع جريدو، بعد كده ايمن الجمل مدرب مؤقت، بعد كده احمد حسام ميدو قعد معاهم فتره كبيره. نشوف كده الاجهزه الفنيه المختلفه للنادي الاسماعيلي ونشوف ونستعرض الارقام بتاعتهم مع احمد. مستر جريدو طبعا 5 ماتشات ولا فوز، تعادلين وثلاثه خساره. ايمن الجبل كان مدرب مؤقت 4 ماتشات، كسب مباراه، تعادل مباراه وخسر ماتشين. احمد حسام ميدو لعب 9 ماتشات، وهو يعني بعد المدرب حمزه الجمل اكتر مدرب كان معاهم في ماتشات كبيره، كسب مباراه واحده، اتعادل في 5 وخسر 3 ماتشات.
كابتن حمزه الجامع طبعا هو المدرب الحالي للنادي الاسماعيلي المنقذ. هو المنقذ انقذه من الموسم اللي فات، فيلم الموسم وكل موسم بالظبط. ويعني مش عارف ليه ما يعني حقيقة الراجل السنه اللي فاتت عمل شغل في اخر السيزون مع الاسماعيلي رائع جدا. يعني فكره اديله فرصته بقى الموسم، يعني انت يعني اديله فرصته يكمل. لكن على عودة حمزة جمال اعتقد الى حد ما برضو طبعا يعني نقل الاسماعيلي في حته في الحساب بتاعته ايه، عمل خمسه فوز. عمل خمسه فوز، الثلاث مدربين اللي فاتوا ما عملوش الخمسه فوز دول، الثلاث مدربين عملوا فوزين مباراتين بس، فوز في مباراتين تخيل. هو لعبوا تسعه واربعه وخمسه، يعني بتتكلم في 18 مباراه منهم مباراتين بس فوز بالظبط. هو لعب 14 جاب خمسه فوز، خمسه وخمسه وده اللي حرك الاسماعيلي بالظبط. يعني الاسماعيلي طول الموسم في الثلاثه الاولى كده كان الاسماعيلي مع حرس الحدود كان ممكن نزلوا الدوري. الثلاثه بونت والبونت دلوقتي مهمين جدا، احنا شايفين من العاش اللي خدت 17 كلهم بينافسوا على الهبوط يعني. وده واحد من الاسباب اللي تقول انه ماتش بكره ماتش صعب جدا، صعب جدا يعني. غير بقى قصه اهلي واسماعيلي وديربي وكلاسيكو، قصه كمان موقف الاسماعيلي في خساره بكره ممكن جدا تعقد حسابات حمزه الجمل وتعقد حسابات الاسماعيلي في جدول الترتيب. اكيد مش ممكن يعني موضوع الخساره بكره، يعني لو ما خرجش على الاقل ببونت في مباراه الاهلي ده هتبقى كارثه كبيره جدا، لان ما فيش اي فريق من الفرق من العاشر لغايه 17. طيب نكمل ارقام الاسماعيلي، انا هخلص الاسماعيلي احاول اقرب حضراتكم مع بلال واحمد كده من ارقام الاسماعيلي. دي ارقام التسجيل او معدل تسجيل الاسماعيلي لاهدافه في على مدار 90 دقيقه. يمكن هو معدل تسجيل الاهداف اصلا مقارنه بعدد الاهداف، مش من هو ما سجلش اهداف كبيره خلال الموسم، ولكن هو الفترات اللي دايما الاسماعيلي مميز في التسجيل فيها بتبقى من الدقيقه 40 للدقيقه 60، يعني اواخر الشوط الاول. بالظبط اواخر الشوط الاول واوائل الشوط الثاني بترتفع نسبيا في الدقائق من 80 ل 90، برضه نفس المعدل 13%، اعلى معدل هو 20% من الدقيقه 50 للدقيقه 60 يمكن الاسماعيلي بينشط فيها، والدقيقه 40 من الدقيقه 40 للدقيقه 50، وده الوقت اللي تعادل فيه الاسماعيلي مع اسوان في المباراه الماضيه يعني. تمام. معدل استقبالهم، معدل استقبالهم برضه للاهداف، يعني يمكن بص الارقام المعدلات كلها تقريبا متساويه، ان هم بيتلقوا من الدقيقه الاولى لحد تقريبا الدقيقه 50 نفس المعدل 14%. في نظام مرشحين يعني منظمين قوي في معدل مرشحين طول الوقت تقريبا ان هو يتلقى مرماهم اهداف، بتعلى النسبه طبعا حسب الجدول اللي من الدقيقه 70 للدقيقه 80 اعلى نسبه او اعلى وقت ممكن يتلقى فيه الاسماعيلي اهداف هو 25%، وده دليل على سوء حاله الاسماعيلي. بالمناسبه واحد من اسوء خطوط الدفاع، هنشوف ارقامهم دفاعين وهجومين السيزون ده عامله ازاي. طيب نروح للسلايد اللي بعده، خلصنا المدربين والاجهزه الفنيه. طب دي يعني افضل او اكتر اللاعبين تميزا الموسم ده على مستوى التسجيل وعلى مستوى صناعه الاهداف. على مستوى التسجيل طبعا محمد الشامي مقدم موسم مميز، 9 اهداف. فراس شواط اللي هو بيغيب طبعا وترك الاسماعيلي اعتقد بقاله كذا يوم وساب مش هيلعب مباراه بكره غدا، 7 اهداف. ياو انور اشوف ان هم من المهاجمين المميزين جدا، 3 اهداف. باهر المحمدي هدفين واعتقد هم ضربات جزاء يعني. أيوه. احمد مدبولي هدف واحد طبعا، الاسيستات طبعا فراس شواط برده 3 اسيست، محمد حسن 3، احمد مدبولي 3، صالح جمعه اللي هو يغيب برده اعتقد 3 صالح وعبد الرحمن مجدي، محمد مجدي 2. عبد الرحمن مجدي كان من العناصر المميزه جدا في المنتخب الاولمبي طبعا، لكن احنا بقى مش عايزين نتكلم يعني احد الانديه دخلت مع عبد الرحمن مجدي في بدايه الموسم واحضرته لحد مقر النادي، ويعني لو الكلام ده حصل مع انديه ثانيه بيبقى التناول هناك في الاسماعيلي بيبقى التعامل بشكل مختلف، ولكن عبد الرحمن مجدي تم تشتيته للاسف قبل بدايه الموسم بالانتقال لنادي ثاني والاتفاق معاه وفشلت الصفقه، وده انعكس على اداء عبد الرحمن مجدي طوال الموسم. عبد الرحمن مجدي كان زي ما انت قلت من نجوم المنتخب الاولمبي، انا بشوفه كان واحد من اكثر اللعيبه المتميزه في جيله بالظبط يعني. وبعدين خد بالك انا الرجل الشمال دي بالنسبه لنا عمله نادره طبعا طبعا، وهو الحقيقه لا لعيب كان جسمه كويس سرعته كويسه مهارته كويسه، فكان مبشر جدا انه ممكن حتة تانية يروح خالص. حته ثانيه يعني هو متوقع غدا بالمناسبه ان الرباعي الاسماعيلي اللي هيشارك هيكون واحد منهم عبد الرحمن. طب تعال نشوف تشكيل اخر مشاركه احمد، تقول لنا كده اخر تشكيل ظهر بيه الاسماعيلي في احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، محمد نصر، محمد دسوقي، محمد نصر مساك، باهر محمدي، صبحي عصام صبحي، 2 في نص الملعب محمد حسن وسيرجي اكا، وانا بشوف اهم لاعب في نادي الاسماعيلي
سيرجيو اكا ده لاعب الجونه السابق، لعيب مميز جدا. ياو انور جناح يمين، احمد مدبولي صانع العاب، عبد الرحمن مجدي رقم 10 ناحيه الشمال، والشامي والشامي فرود صريحه. ده كان تشكيل مباراه اسوان والاسماعيلي، انتهى اخر مباراه ليهم في الدوري، وانتهت نتيجه مباراه بنتيجه 1-1 تعادل، ومحمد شامي هو اللي يمكن سجل هدف محمد الشامي. بالمناسبه بمناسبه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي بكره، محمد الشامي اعلى لاعب احرز اهداف زي ما قلنا، 9 اهداف في المقابل هداف النادي الاهلي محمد شريف، 9 اهداف يتساوي الاثنين في نفس الرصيد. اتوقع ان يبقى في تغييرات على طريقه اللعب والتشكيل بالنسبه للاسماعيلي في مواجهه اسوان، اهلي في مواجهه اسماعيلي. بالنسبه لفريق الاسماعيلي، بالنسبه للاسماعيلي لا، انا اعتقد ان ال11 اللي موجودين هم دول افضل 11. ممكن يدخل محمد هاشم في مركز قلب الدفاع مكان محمد نصر اعتقد، وغير كده انا اعتقد لا، هو لان دول التشكيل افضل، يعني محمد حسن وسيرجي اكا في وسط الملعب، مدبولي والشامي مع عبد الرحمن مجدي وياو انور، دول الرباعي مميز جدا. طبعا بيغيب عنهم فراس شواط، واحد من اكتر اللاعبين اللي كان ليهم تاثير على اداء ونتائج النادي الاسماعيلي من وقت تولي حمزه الجمل. طبعا غيابه بكره هياثر مع الاسماعيلي. ده اللي انا بشوف ان هو بكره. طيب ارقامه ايه في جدول الترتيب النهارده؟ الاسماعيلي في المركز ال 13 اعتقد، نشوف احمد مع الاسماعيلي في جدول الدوري ارقامه دفاعيا وهجوميا. طيب خلينا ناخد الاول طبعا القيمه التسويقيه للاعبي الاسماعيلي قبل ما نروح لجدول الدوري. يا احمد جول كيبر من 34 ل 50 عشان عندهم محمد متوسط العمار، لان محمد صبحي حارس الاسماعيلي السابق موجود معاهم في القوام. 525,000 يورو السعر التسويقي، سعر التسويق اليوم. القيمه التسويقيه 131,000. ديفندر من 26 ل 50 قيمه 26 ونص. انا قلت 26 سنه ونص متوسط اعمار لاعبي خط الدفاع. 50 ده يعني يعني عندهم فريق الشمس، فريق الشمس بتاع النادي الاهلي يلعبوا فريق الشمس كده. 1.55 مليون. سيبك من الارقام، هناخد التوتال في الاخر يا احمد. خلينا في متوسط الاعمار. توتال اعمار متوسط اعمار يعني الفرقه كلها 27 سنه. 27 سنه، 25 سنه تقريبا. ايوه التوتال 27 سنه. والقيمة التسويقية للفريق كله 5.8 مليون يورو بالظبط. طيب نرجع بقى لأرقامهم في الدوري دفاعيا وهجوميا ورقابهم في جدول الترتيب، ومين بيهدد فرصة بقاء الإسماعيلي في حال خسارته في مباراة بكرة، ممكن ترتيبه ممكن يبقى إيه؟ الاسماعيلي طبعا في مركز 13، بلال ماشي. لا احنا بنتكلم ان الاسماعيلي عنده ميزه عن المنافسين اللي معاه، سواء سيراميكا او مباراة البنك او ان هو عنده مباراه لعب مباراه اقل، ما هو بيحسبها، هو بيحسبها بحسبته هو ان هو لو قدر يطلع بكره ببونت يبقى خير مباراه بالظبط، وبعدين يبقى تمام في المباراتين المتبقيه. خسر المباراه يبقى تساوى مع بالظبط زيه زي الانديه اللي كويس برضه، دي تهديهم شويه يعني ويزحمين على اعصابهم، وهتخليهم يلعبوا زي ما قلنا، هتخليهم يلعبوا ان هم مش مندفعين للفوز على قد ما هم يهمهم الخروج ب لا هجي لك في تكتيك حمزه الجمل، لانه حمزه الجمل المدربين الحقيقه اللي بيعملوا شغل تكتيكي على اعلى مستوى. كان لعيب انا كنت بحب اتفرج عليه جدا. حمزه الجمل كان برجل مدفعجي رجل صاروخ عليه، رجل دانت مدفع بالظبط، من اكتر الناس اللي جم في تاريخ الكره المصريه بيسددوا ب حمزه الجمل ولا ابو الذهب؟ حمزه الجمل هما الاثنين بصراحه يعني الاثنين، بس حمزه الجمل كان عنده ميزه ان هو حمزه الجمل كان بيشوط وهو بيجري، يعني تلاقيه في عز ما هو ماشي بالكوره تلاقي الكوره ما تشوفهاش، تلاقيها ابو الذهب الضربات الثابته ما تشوفهاش يعني نص الملعب بالظبط. لا ما تشوفهاش غير مره معقول في الاسماعيلي، لا وفي الاسماعيلي نص الملعب ماتش السته ابو الذهب بالظبط، خد الفرقه كده عمل مارادونا. ومره بعد ما ساب النادي الاهلي ابو الذهب وراح جولدي، كان بيلعبوا الزمالك مره في كاس مصر، والماتش المباراه دي انتهت بركلات الجزاء، وجولدي اقصى نادي الزمالك كان هدف التعادل لابو الذهب، كره من بعد نص الملعب تصويبه ركله حره يعني ما شافهاش على واحد سيد غير روبرتو كارلوس حاجه كده، روبرتو كارلوس فرنسا كده. لا فده ده الجدول، لو رجعنا الجدول يلا نروح للجدول بقى تاني نشوف ارقام، هنشوف حرس الحدود تاكد هبوطه رسميا، هنشوف الفرق اللي بتنافس على الهبوط. غزل المحله 32، شوف غزل المحله ده
كان بادئ الدوري بدايه هو اسوان بابا مع بابا بابا فاسيليو وبعد كده مع كان انا فاكر اول اسامي الدوري كان محله في صداره ال اول اربع قعد اربع اسابيع او ثلاث اسابيع بالظبط في الصداره النهارده المحله 17 يعني طبعا المحله برضو دفع ثمن تغيير الاجهزه الفنيه حتى اخرها ان هو اقل رضا شحاته خد بالكم كمان انه بيقولوا لي انه في جدول الماتشات الغزل والحرس اخر ماتش في البطوله هيلعبوا مع بعض هيلعبوا بعض هو اللي عنده ماتشين صعبين جدا 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 البنك الاهلي عنده غزل المحله في المحله والمباراه الاخيره امام بيراميدز واللي هو بيتمسك بكامل حظوظه بالمناسبه فيري بيج كويشن مارك بالنسبه للبنك الاهلي السنه دي انا بقول كده غريب يعني في حاجه صفقات وجابوا لعيبه صفقات ولاعيبه واجهزه ويعني حتى تعاقب عليهم خالد جلال وبعد خالد جلال امير عبد العزيز وبعد امير عبد العزيز حلمي طولان جدا جدا تغيير الاجهزه التركيبه نفسها مش ماشيه في نص الموسم ده يعني كارثي. واحد طبعا بيعكس للاسف الشديد عجز في الرؤيه بتاعه الاداره من بدايه الموسم يعني فكره انك انت تاخد قرار مصيري زي ده انت ببدايه الموسم بتستعد عملت سكواد محترم جدا رهان على مدير فني لازم يعني فكره ان الاستمراريه دي لازم يكمل الموسم لغايه اخره طب انا هقول لك على مفاجاه تغير الجهاز واثنين وثلاثه في موسم واحد وتتوقع أنا نتيجة مختلفة شيء صعب جدا أنا أقول لك على مفاجأة بخصوص البنك الأهلي البنك الأهلي في آخر الموسم الماضي كان أتم الاتفاق مع كابتن حلمي طولان على تولي القيادة الفنية بداية من الموسم القادم اللي هو الموسم اللي بدأ دوت وبعد ما خالد جلال عمل آخر أربع أو خمس ماتشات بصورة مميزة جدا وقدر يفوز اعتذر مسؤول البنك الأهلي للكابتن حلمي طولان وقرر إن هو يكمل بخالد جلال اسف خالد جلال تمام طبعا خالد جلال في البدايه ما مشيتش معاه اقاله خالد جلال وعينه امير عبد العزيز المساعد اللي مع خالد جلال مشي شويه برده انا بشوف ان هم ضيعوا وقت كبير جدا مع امير عبد العزيز مع كامل الاحترام ليه مدير فني واعد وكان اشتغل قبل كده مساعد في اكتر من جهاز ولكن انت بتعمل فرقه بالصرف ده بتروح تجيب ابو جبل بالرقم ده وبتجيب بتدعم بمحمود الجزار بالظبط وبعدين بتضيع وقتك وماتشاتك في تغيير الاجهزه الفنيه جه حلمي طولان بقى يعني هم كانوا منتظرين كابتن حلمي ما استطاعش ان هو يقدم اي حاجه تقريبا مع البنك الاهلي لحد ما وصل بابا فاسيليو اللي خد وقت كبير جدا لحد ما قدر يعني يتعامل شويه مع البنك الاهلي وحتى الان برضو بابا فاسيليو مش قادر يحط ايده على الفريق فالبنك الاهلي اخطر فريق عنده مباريات عنده الغزل المحله في المحله وهيخرج لبيراميدز في اخر مباراه في الدوري يعني حسابيا البنك فيوتشر بيقول ايه فيوتشر البنك الاهلي مع فيوتشر يبقى مع فيوتشر وغزل يعني المحله فيوتشر كمان عايز يتمسك بيه طيب. المركز التالت ده احنا بنتكلم على الدايره دايره الانديه اللي موجوده حوالين الاسماعيلي واللي محتاجين منهم او فاضل منهم اتنين يودعوا المنافسه السنه دي طيب. في انا بس عايز استعرض كمان ارقام الاسماعيلي كدفاع وكهجوم تمام. عدد مرات الفوز في الدوري عدد مرات التعادل عدد مرات الخساره يا ريت لو تجيبوا لنا جدول سبع تقريبا الاسماعيلي فاز في سبع لقاءات فقط من خمسه مع حمزه من 31 مباراه فاز في سبع فاز جدول الترتيب معانا طبعا اللي كنا لسه عارضينه ايوه خد بالك احنا بنتكلم على سبعة فوز في مشوار الدوري كله اللي لعبوا منه 31 مباراة منهم خمسة بس فترة كابتن حمزة الجمل يعني جريدو وأيمن الجمل وميدو حققوا فوزين وجي كابتن حمزة تولى الإسماعيلي فده يقول لك إنه الراجل جه اشتغل وكان قدر يطور أو يعالج مشاكل الإسماعيلي ويطور من أداءه بحيث إنه يحقق خمسة فوز من أصل سبعة من 31 مباراة بالظبط وده دايما كميبتر. اللي عامل المشكله الاهداف الاسماعيلي طبعا قلنا فاز في سبع لقاءات وخسر تعادل في 13 وخسر في 11 لقاء احرز الاسماعيلي 30 هدف وتلقى مرماه 36 هدف بالماينس السالب يعني طبعا سالب. رقم يعني سلبي جدا للنادي الاسماعيلي اللي 34 نقطه بيتحصل على 34 زيه زي سيراميكا كليوباترا اللي عنده 34 اخر خمس ماتشات فوز وحيد اثنين تعادل اثنين هزيمه بالظبط واخرهم طبعا التعادل مع اسوان يعني عايزين نقول ان الاسماعيلي كل سنه نفس الدوامه يعني احنا كنا بنتكلم عن حمزه الجمل الموسم اللي فات دخل مع الاسماعيلي في نفس الدوامه وده للاسف اللي هيعاني منه الانديه الشعبيه السنين الجايه على فكره بالمناسبه احنا لولا ان الاتحاد السكندري الموسم ده الحاج محمد مصلحي سبورت كبير جدا للفريق كنا شفنا الاتحاد السكندري في نفس المناطق اللي بتنافس على الهبوط
الاسكندري ورؤيه الاداره في الصبر على زوران المدير الفني، واحد من المدير الفنيين المميزين جدا. صبروا عليه رغم ان هم خرجوا من كاس مصر ورغم ان هم خسروا مباريات كتير. بالمناسبه لو كانوا كسبوها كان الاتحاد السكندري راح في حته ثانيه، اخرها مباراه حرس الحدود اللي تعادلوا فيها في الدقائق الاخيره، كانوا بقى في المركز الخامس. الاتحاد السكندري حتى الان عنده فرص، فده دايما الانديه الشعبيه هتعاني الفترات اللي جايه لو ما عملتش سياسه ماليه وسياسه اداريه تقدر تحسن وتعدل من اوضاع الفرق بتاعه الانديه. والبنك تعاقد اعتقد مع لا ده فاركو، لا فاركو تعاقد مع مدير فني برتغالي اسمه روماو، برونو حاجه روماو. وانا من هنا بجد عايز احيي كابتن طارق العشري جدا. كابتن طارق العشري بالمناسبه حصل على افضل مدير فني في الموسم الماضي، افضل مدير فني مصري، ونهل الدوري بالمناسبه في المركز الرابع بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز الموسم الماضي مع طلائع الجيش. وانا بشوف ان تصريحاته الاخيره حتى لما قال ان هو كان رايح يتفق على سياسه الفريق الموسم القادم، فوجئ ان اداره فاركو بتوجه له الشكر بعد ما عمل معاهم اعجاز. انا بسمي اللي عمله طارق العشري مع فاركو الموسم ده بعد ما فشل كل المديرين الفنيين، ايهاب جلال فشل مع فاركو، كل المديرين الفنيين تعاقبوا على فاركو فشل، الوحيد اللي اثبت نجاح ونجاح باهر جدا هو طارق العشري. وللاسف كنت اتمنى ان اداره فاركو حتى تصبر عليه للمباراتين المتبقين، ولكن للاسف تم انهاء التعاقد معاه وهو نفسه عبر عن حزنه من الاقاله. يعني واحده من الطلاسم، لكن ما يهمناش ومش هنعلق عليها لاداره النادي طبعا مطلق الحريه. طبعا احنا بنحلل اوضاع التغيرات اللي بتحصل، علامات الاستفهام فيما يتعلق بمستوى اداء مديرين فنيين على مستوى الاداء والنتائج، وخصوصا لما تبقى تجربه بشهاده الجميع ناجحه بيبقى في علامه استفهام كبيره جدا، زي ما قلنا على تجربه كابتن حمزه الجمل مع الاسماعيلي في الموسم الاخير، كانت علامه استفهام للناس كلها ازاي الراجل ينجح في مهمه شبه مستحيله ويكون القرار انهاء التعاقد معاه. طيب ده موقف الاسماعيلي. خلينا نشوف تاريخ مواجهات الفرقتين. احنا بنتكلم طبعا عن كلاسيكو، واحده من اهم ماتشات مش بس جماهير الاهلي والاسماعيلي، واحده من اهم ماتشات بيستناها جماهير الكره في مصر كلها طبعاً. ماتشات الاهلي والاسماعيلي زي ما بنستنى الزمالك والاسماعيلي، زي ما بقينا بنستنى الزمالك وبيراميدز والاهلي وفيوتشر، بقت ماتشات فيها كوره. يعني نتمنى ماتش بكره يبقى فيه كوره حلوه يعني. دي مصطفى، دي عدد المباريات طبعا 122 مباراة، تاريخ طبعاً وأجيال طبعاً. وعظماء كرة القدم في نسور الجزيرة ودراويش الإسماعيلية طبعاً. النادي الأهلي كسب 64 مرة، النادي الإسماعيلي كسب 22 مرة، اتعادلوا 36 مرة، أهداف الأهلي 180، أهداف الإسماعيلي 95، أهداف الأهلي هدافين الأهلي كابتن صالح سليم طبعا 10 أهداف، سبعة في مباراة واحدة، دي طبعا دي مباراة للتاريخ، محدش قدر يتخطاها. طبعا في أكبر فوز للنادي الأهلي على الإسماعيلي 6-0 مرتين، فأنا فاكر طبعا بركات طبعا بتاعت بركات وعماد متعب وأبو تريكة وبلال، أنا فاكر الستة يعني كنت وبيتهيألي بتاعت أبو الدهب اللي إحنا كنا بنتكلم عليها كانت واحدة برضه، كانت 6-0 دي. كان انا فاكر منها جون ابو الذهب، وفاكر هشام حنفي وفليكس تقريبا احرز فيها بين المباراه دي تحديدا كان كنت خايف منها، كان بالنهار الصبح يعني، واحنا رايحين الاسماعيليه في الوقت ده كنت خايف جدا من نتيجه المباراه دي، فعارف لما تبقى متوقع انها كان قوي جدا، وكنت واقع انها ماتش ان هو ماتش صعب علينا هناك، لما تحصل السته بالنسبه لنا تبقى فرحه كبيره جدا طبعا. وعايزين نقول ان السته في المرتين اللي فزنا فيهم 6-0 كانت في اسماعيليه، النادي الاهلي واحده مانويل جوزيه بالظبط، والمباراه مين هولمان. عايزين بس احنا نقول ان الناس اللي بتقبل دايما الثلاثه اللي في اسكندريه بتاعت الدوري كانت مين؟ محمد رمضان، الاربعه بتاعت محمد رمضان، محمد رمضان مين مدرب كان ايه؟ المدرب كان اللي قبل فايتسا، كان لا مش فايتسا، بعد فايتسا ألان هاريس، ممكن هاريس او يمكن أو كان دي قبل انا بدات من هولمان لا انا حضرت تسوبل كمان وهولمان انت حضرت سفايتس اساسا لا بدات من هولمان على طول في البطوله العربيه 97 لما كان بيشارك مع النادي الاهلي، احمد كشري بالظبط، كان عامل بالمناسبه من المدربين الكويسين جدا، طبعا هو الهداف التاريخي في البطوله العربيه كابتن احمد كشري. احنا عايزين بس نقول ان النادي الاهلي فاز، احنا بنستعرض النتائج، ان النادي الاهلي فاز على النادي الاسماعيلي النادي الكبير والمنافس اللي طول عمره منافس تاريخي 6-0 مرتين في ملعب الاسماعيليه. النادي الاهلي حقق بطولات كتير جدا على حساب النادي الاسماعيلي، ويجي حد يقول لك النادي الاهلي يلعب في اسماعيليه، طب يا جماعه ما هو النادي الاسماعيلي ما بيواجهش النادي الاهلي، ما انا محروم برضو من مواجهه النادي الاسماعيلي على ملعبي. ايوه اذا المباراتين بيقاموا على
فين الافضليه؟ ما احنا عايزين نعرف فين الافضليه. انا عايز اعرف المشكله مش فينا انا بالظبط بصرف النظر هي فين الافضليه اللي النادي الاهلي واخدها؟ هو الاهلي بس اللي بيلعبش في اسماعيليه بالظبط في انديه كتير جدا لا غير كده انا بواجه الاسماعيلي مباراتين في الموسم هو المصري بتهيألي المصري بيلعب مع بيلعبوا برج العرب كل ماتشاتهم المصري مصري فوق والاسماعيلي تحت بالظبط جنب بعض ساعه بالظبط بيلعبوا برج العرب لا ما احنا بنتكلم في ايه ان انت لو هتكلمني كره قدم انا عامل افضل نتائج ليا في ملعب الاسماعيليه تمام فانا بحترم قرار الامن بعدم اللعب في ملعب الاسماعيليه فما تجيش تقول لي ان انت ان انا واخد افضليه انا مش واخد افضليه انا بواجه الاسماعيلي مرتين بص يا بلهل في ملعب محايد يعني انا هكلمك في يعني واعتقد دي حاجه مش اصل ده موسم لا ده موسم الكلام في الموضوع ده انت عارف في ناس كتير جدا جدا بتحاول من يعني من مع كامل الاحترام والتقدير اذا كانت دي وجهه نظرهم من حقهم يطرحوها من حقنا احنا كمان نطرح بالظبط في ناس كتير جدا بتحاول توجه جمهورها لطريق الشماعه اللي ممكن تعوض او تبرر فكره الاخفاق او الفشل الذريع جدا في اداره ملفات بعينها بالظبط نجاح الاهلي ابدا 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 على مستوى مصر مش ممكن يكون مبني على مجامله واذا كان النجاح في مصر مبني على مجامله فبالتاكيد ساعتها الاهلي هيكون غير قادر على تحقيق نجاحات على مستوى افريقيا وغير قادر على تحقيق نجاحات على مستوى العالمي. بطولات عالميه فيعني القصه مش محتاجه واعتقد ان معظم جماهير النهارده بقت مدركه تماما لفكره الشماعات والمؤامرات والى اخره وان كل الطيارات ماشيه ضدنا وان كل حسابات الكون ماشيه في اتجاه معاكس لينا فعشان كده احنا مش قادرين نحقق انجاز بالعكس في انديه كتيره جدا وليدة سنوات بسيطة جدا لا عندها تاريخ ولا عندها جماهير ولا عندها شعبية وقدرت تعمل حاجة بالزبط وتنافس بالزبط وتدخل في المشهد فالقصة كلها الحقيقة مرتبطة بأنت ازاي بتفكر أو ازاي بتدير أو ازاي بتحط منظومة عمل ورؤية واستراتيجية وأهداف بتحاول توصل لها في النهاية وأتمنى أنا قلت الكلام ده ولا أخجل تماما كلنا نتمنى أنا أتمنى أن الإسماعيلي يرجع تاني ينافس طبعا. الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد اتمنى المنصوره مين نسي الموسم اللي احنا فوزنا فيه بالبطوله 2009 بالدوري كان واحده من افضل بطولات الدوري كنا بنقعد نتابع مباراه الاهلي ونخلص ونستنى مباراه الاسماعيلي صحيح. والمباراه اللي كانت بتلعب فوق يعني المنافسه شيء جميل بتحس بقيمه البطوله واحنا كجمهور اهلي متعودين خد بالك جمهور الاهلي جمهور شبعان بطولات يعني بالزبط. يعني احنا ما بنفرحش لا وعاشق للتحدي كمان لا بس هي الفكره انه انا بقى استقبالي للبطوله لما تكون نتيجه منافسه قويه طبعا الفرحه رهيبة تبقى غامره واحساس قيمه البطوله ثبتها في ذكرياتي لسنين طويله جدا يختلف تماما عن بطوله الدوري السنه دي مثلا يعني بطوله السنه دي اللي احنا خدناها واحنا مش موجودين واخدينها من تقريبا من واحنا عندنا 20 زي ايام انا والجزيره لما كنا بناخد البطوله بفارق كبير جدا من النقاط قبل 6 و7 اسابيع من البطوله ما تخلص بطولات بتبقى رقم بالنسبه لنا في حاجه احنا متعودين عليها فما بتفرقش معانا كتير لكن لما يبقى في منافسه قويه من بيراميدز والفيوتشر وكمان شكل البطوله نفسها بطوله الدوري ما انا برضو انا يهمني الاهلي يفوز في بطوله قويه فيها منافسه بالزبط. قويه احسن بالنسبه لي بتتابع زي الدوريات العالميه بتتابع النتائج هنا بالزبط. ونتائج هنا ونتائج فانت ما تقولش هنا وتنقل هنا واثاره لغايه اخر لحظه انا عايز اقول لك حاجه دوري الممتاز به السنه دي كان كله كان بيتابع ضرب نار ايوه الثلاث مجموعات ضرب نار لغايه اخر طبعا. ثانيه بيتحس مين اللي هيتاهل للدوري من هنا ومن هنا ومن هنا فالمنافسه بتعلم من قيمه اي حاجه فانت ما تقوليش ان ما تدينيش افضليه وهميه انا بواجه الاسماعيلي مرتين في ملعب محايد صحيح. فما فيش اي افضليه لا ليا ولا ليه مظبوط طب نروح لينا بقى احنا مصطفى شايف تفكير مستر كولر في مباراه بكره ازاي هل يعتمد على نفس التشكيل نفس الطريقه في مباراه فيوتشر ولا متوقع يكون في تغيير في طريقه اللعب او في الاسماء اللي هتشارك في مباراه بكره لا انا شايف ان طريقه اللعب اعتقد هتبقى زي ما هي طبعا هي طريقته المعتاده 4-3-3 لو هيبقى في تغيير هيدخل بعض العناصر يعني ممكن يعني اعتقد يعني ممكن يكون محمد شريف موجود في مباراه الاسماعيلي على حساب محمود كهربا انما اغلب العناصر ممكن نلاقي محمد مجدي قفشه من بدايه المباراه على حساب قندوسي فانا اعتقد دي التغييرات اللي هي في اضيق الحدود خالص لكن القوام كله اغلبه موجود محمد عبد المنعم موجود بيرسي تاو موجود حسين الشحات موجود علي معلول موجود فاعتقد القوام كله الاساسي موجود طريقه اللعب واحده لكن هيبقى تغيير بسيط جدا مستر كولر انا بحترم مستر كولر جدا ان هو بيفصل كل مباراه عن بعضها رقم واحد رقم اثنين ان هو عايز يحسم بطوله الدوري يعني الناس كلها بتتكلم أنا الاسبوع ده ليه مهم يعني انا هاخد ماتشين بتوع الاتحاد والاسماعيلي مع بعض بند لوحده كده لانه بعدهم على طول ماتش الزمالك فانا عايز اروح ماتش الزمالك ده وانا خلاص بقى البطوله تقريبا شبه محسومه هلعب مباراه بدون ضغوط لانه خد بالك
على مستوى الجمهور الناس مستنيه ماتش الزمالك يعني جدا. الناس مستنيه ماتش الزمالك حتى لو تحصيل حاصل الناس لا 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 ده بالعكس. حتى لو اقول حتى لا لو لا لا في الماتشات العاديه يعني لا. حتى لو الاهلي مثلا الاهلي في سنه من السنين لما حسم الدوري وقرر مانويل جوزيه ان الناس انتظرت وشاهد المباراه بتفضل ليها قيمتها انا اقصد كده. ففكره ان انا اروح العب ماتش الزمالك وانا بدون ضغوط وحسابات نقاط وفاضل لي كام نقطه طبعا. مختلف تماما عن فكره انه وخصوصا كمان انك مضيع نقطتين قدام فيوتشر بالضبط. ففكره انك تضيع تاني قدام الاسماعيلي او تضيع تاني قدام الاتحاد هتوتر شويه يعني. احنا عايزين نقول برضو ايه، عايزين نقول ان التعادل مع فيوتشر وفاقد النقطتين ده ممكن يكون دافع للمباراه اللي جايه، لان احنا مش عايزين نقول او نسلم ان النادي الاهلي فاز بلقب الدوري. لا، النادي الاهلي ما فازش بلقب الدوري. انت عندك سبع ماتشات بالظبط، صعبين جدا، صعبين جدا بالظبط. انت عندك اسماعيلي زمالك واسماعيلي زمالك واسماعيلي دربيات يعني بالزبط. خلينا متفقين انه في السنوات الاخيره خلاص شئنا ما بينا بقت مباريات كبيره المقاولين فريق طول عمره فريق والموسم ده بالتحديد يعني صعب الاهلي المصري نفس القصه مصري مقاولين يخشوا وصل نهائي كاس رابطه وعامل نتائج كويسه الفتره الاخيره. اتحاد طبعا ماتشات الاهلي والاتحاد برده تعتبر من ماتشات بالظبط في الكره المصريه باستثناء حرس الحدود اللي تاكد يعني وجوده ممكن ده بيلعب من غير ضغوط ممكن تيجي حرس الحدود اكتر فرقه بتتعب بترخم على في السنين الاخيره بالظبط. فعشان كده احنا عايزين نقول ان مباراه فيوتشر او فقد نقطتين في مباراه فيوتشر هيكون هو الدافع اللي هيشتغل عليه مارسيل كولر لمباراه الاسماعيلي غدا. وعايزين ناكد على طبعا ان النادي اداره النادي الاهلي اعلنت عن توفير طبعا رحلات مجانيه للجمهور، وده بيزيد من اهميه اللقاء وبيدي رساله للاعبين ان احنا في ظهركم، جمهوركم في ظهركم، الجمهور هيتحرك بكره ان شاء الله من امام النادي الاهلي. كذلك النادي الاسماعيلي عمل نفس الكلام واعلن ايضا عن رحلات لجمهور الاسماعيلي لبرج العرب. اذا المباراه مهمه ومباراه كبيره، انت بتواجه خصم احنا قلنا بيتعلق بقشايه، هيكون سعيد جدا لو عطلك وخد منك بونت. حمزه جمل بيفكر ازاي في ماتش بكره؟ هسمع مصطفى طيب. معلش انا هرجع للاهلي تاني. هنرجع للاهلي تاني. حمزه جمل اعتقد انا هو بيفكر في النقطه، حمزه الجمل ما بيفكر في النقطه، واضح جدا. يلعب جيم مقفول، يلعب جيم من نص ملعبه لان هو مش هيقدر يهاجم النادي الاهلي، مش عايز يفتح المباراه من بدايتها. اعتقد هو هيبدا يامن فرقته ما يدخلش فيها هدف، لان هم عندهم مشكله كبيره. مشكله الاسماعيلي وباينه جدا في الاحصائيه اللي احنا عرضناها في خط الدفاع. عندهم خط الدفاع ممكن زي ما انت قلت معرضين في اي وقت يدخل فيهم جون، ودي مشكله باينه جدا في فريق الاسماعيلي من اول الدوري. فحمزه الجمل بيحاول يتخلص منها وبيحاول يحل الموضوع ده في ان هو يضيق المساحات على النادي الاهلي بكره، وهيحاول يخطف نقطه، لان موضوع اللي انا مش عايز اقول ان صعب جدا النادي الاسماعيلي بالاخطاء اللي احنا بنشوفها في النادي الاسماعيلي في الموسم ده ان هو ينتصر او يفوز على النادي الاهلي. يعني انت بتتكلم ان اوضه لبس الاسماعيلي بكره ما بيفكروش انه ازاي نكسب الاهلي، او يعني او ازاي نلعب جيم ناخد فيه الثلاثه بونت. ثلاثه بونت سيناريو بالنسبه له صعب، قد يكون مستحيل، لكن بالتاكيد وارد. يعني خلينا نتفق انه بالتاكيد بالزبط. كل شيء في كره القدم وارد، لكن ازاي يحصل ده بره حسابات هو عايز ياخد النقطه ويفكر في الماتشين التانيين يقدر بقى ياخد منهم 3 بونت، يبقى هو قعد في الدوري. هو خباك لو اخد 3 بونت في ماتش من الماتشين الباقيين بعد النادي الاهلي هو قعد مع النقطه دي. انتوا محتاج 4 بونت، محتاج 4 بونت يقعد بالثلاث ماتشات بالظبط. هو 34 نقطه، 5 بونت، 39 قعد في الدوري رسمي. فهو محتاج النقطه دي مهمه جدا بالنسبه له، لان لو ما خدش النقطه دي الدنيا صعبه عليه تماما. بلال عايز تقول حاجه على الاهلي؟ لا، هو احنا عايزين نكمل ان النادي الاهلي بكره المباراه بعد زي ما احنا قلنا بعد تعادل فيوتشر الناس بدات ترسم سيناريوهات. حتى امبارح خرجت تصريحات مسؤولي بيراميدز بعد انتهاء لقائهم مع البنك الاهلي ان احنا متمسكين بأملنا في الدوري فهو بيحاول يشكل عليك ضغط. فالنادي الاهلي احنا كل شيء هنحسب الموضوع في ايدينا احنا، فايدينا احنا. انا اعتقد ان مارسيل كولر عندك شك يا بلال؟ لا انا ما عنديش شك، ولكن لازم ننبه، لازم نشاور على ان بالظبط ان انت طبعًا. ان احنا سبع ماتشات صعبين. انا امبارح كنت في حاله، امبارح كنت ابتديت قلت صدق او لا تصدق، الاهلي لو اتعادل في السبع ماتشات دول يبقى لا الدوري لسه في الملعب بالظبط. فاحنا انت عندك انت محتاج 8 بونت من السبع ماتشات دول بالزبط. السته بتوع الاسماعيلي والاتحاد يخلوا المهمه تقريبا شبه. لا انا عايز اقول لك ان النادي الاهلي محتاج 8 بونت. النادي الاهلي ان شاء الله هيحسم الدوري في مباراه الزمالك. انا بقول لك ان شاء الله هيبقى الاحتفال في مباراه الزمالك. ده مهم كمان لانك انت محتاج تاخد قرار او الاداره تاخد قرار زي القرار اللي خدته السنه اللي فاتت. اللعيبه تريح، انت داخل على سوبر ليج، داخل على كاس بعض العالم، محتاج تدي فرصه للعيبه كتير جدا، محتاج تشوف لعيبه هتكمل معاك الموسم. كل الحسابات دي كلها خلي بالك، انا بقول لك من هنا ان مارسيل كولر مأجل الكلام والملفات دي كلها تماما. مارسيل كولر لو شفنا كل مباراه بياخد تقريبا معظم القوام الرئيسي، بنشوف كريستو بيدخل، بنشوف القندوسي بيشارك من البدايه، فهو مارسيل كولر مركز جدا على حسم. كريستو جاي
كريستو انا نفسي بس كريستو يضحك يبتسم كده يعني عارف انا نفسي ان هو يدخل في الاجواء. خد بالك سن صغير جاي نجم يعني طبعا. هو جاي نجم في الدوري التونسي وكان لعيب نمره واحد في النجم او يعني من اهم اللعيبه في النجم الساحلي التونسي وبعدين خطواته مع المنتخب بدات تتقل ويحط رجله في المنتخب الاول فطبيعي لما بياخد وقت قليل طبيعي طبيعي جدا. انا نفسي بازال كندوسي كده ياخد العربيه ويلف بيها الملعب يعني يكسر ان شاء الله. انا مراهن على السيزون اللي جاي ان شاء الله الاثنين دول يكونوا من اهم اوراق النادي الاهلي الرابحه. ودايما براهن على المحترف الاجنبي بما انه محترف العربي كمان او شمال افريقي تحديدا انه دايما يبقى لازم يبقى اضافه. ما ينفعش يبقى قاعد دكه وما ينفعش اشوفه بيشارك كل فين وفين. ومش بس كده بشوف كمان الاهلي ان شاء الله في الميركاتو اللي جاي قصه اللاعب السوبر اللاعب اللي مش مستني الفرقه تشيله بقد ما هو جاي يشيل فرقه كامله. نتمنى ان شاء الله انه الاهلي يكون موفق واحد نحسم الدوري وبعد كده نتكلم بقى ان شاء الله في الميركاتو وفي السوبر ليج وفي كاس العالم. بلال ومصطفى نورتوا الدنيا بشكركم على وجودكم معانا مره ثانيه يعني شرفونا دايما في السادسه. احنا بنشكرك وسعداء ان احنا نكون معاك وان شاء الله زي ما قلنا كده ثلاث مباريات ويحسم النادي الاهلي الدوري ويشرفنا الدرع بقى هنا معانا ان شاء الله ليله مباراه الزمالك ان شاء الله باذن الله قبل وبعد ان شاء الله وتسيبنا بقى نتصور بالدرع الدرع ان شاء الله. نورتوا الدنيا بشكركم على متابعه كل التوفيق للاهلي بكره ان شاء الله بكره والسبت ان شاء الله لغايه لما نقابلكم في حلقه جديده من السادسه الأحد القادم. بشكركم على المتابعة تحياتي لكم.